جزاكم الله خيرا، يتحدث عن نفسه فيقول: والدي لا يصلي أحيانا وكثيرا ما يستعين بالأولياء عندما يقوم، وعندما يقعد يقول: يا فلان يا فلان، كيف أعامله؟ انصحوني جزاكم الله خيرا. أول شيء عليك بالإنكار عليه في الاستغاثة بالأولياء، لأن هذا شرك أكبر. حتى لو صلى ولو فعل ما فعل من الأعمال وهو يستغيث بالأولياء، فإن أعماله باطلة وصلاته لا تصح، لأن هذا شرك بالله عز وجل. والله تعالى يقول: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالواجب عليك أن تناصحه في ترك الاستغاثة بالصالحين ونداء الصالحين كلما قام وكلما قعد، فإن هذا شرك أكبر. تبين له أن هذا شرك، وتبين له ما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه عن الشرك والمشركين، وما يلقاه المشرك من الجزاء والعقاب، نسأل الله العافية. عليك أن تذكره بذلك، وأن تقرأ عليه ما تيسر من الكتب التي تحذر من الشرك وتبين هذا الأمر وتوضحه له، ثم بعد ذلك تأمره بالصلاة إذا هداه الله وترك الاستغاثة بالصالحين. بعد ذلك تأمره بالصلاة والمحافظة عليها. الحاصل أن هذا الوالد يحتاج إلى دعوة، إلى دعوة صادقة وإلى صبر واحتساب، لعل الله أن يهديه. نعم.